وانا اكيد اتمنى يعني يكوني من الموت وارجع تاني. ربنا يكرمك. عايزين نتكلم عن توقعاتك لحد الفتره. توقع ايه للفيلم كمان النهارده في ظل المنافسه اللي شايفها بتحصل؟ يعني انا اعتقد ان الفكره هي بتبقى الجوهره دايما، والفكره بتاعت الفيلم حلوه قوي. النجوم اللي فيه كل واحد ليه اسمه وليه مكانه وليه دوره، وانا اعتقد ان الفيلم ان شاء الله ان شاء الله نجاح. اكتر مشهد في قلب الدنيا لما صغرتي عايده وشفت سنه فجاه كده في قمر العجايه دي كانت عامله ازاي؟ كانت عامله جوايا احساس حلو قوي اتمنى اعيش بيه. يعني انت النهارده اصغر بكتير برضه يا عمر. هو شغل عليك لا بجد. شكرا. كلمينا برضو، احنا شفنا يعني محمود عبد العزيز برضو قدم نفس الفكره دي في الشيخ فاطمه. فكلميني ازاي تفرجي يعني ازاي يعني متحمسه لتفرجي؟ اتفرج عبقري مش هقارنه محمود عبد العزيز، مفيش مقارنه ولا بعد امام. يعني ما تقارنيش فنان بفنان، كل فنان ليه بصمه وكل فنان ليه وقته وليه جيله. لكن هتكلم على محمد فراج. محمد فراج بالنسبه لي انا كلوكلا ونس انا شايفاه موهبه لم تكتشف بعد برغم كل اللي قدمه. عظيم الموهبه. شايفه ازاي فكره عوده؟ انا عايزه ارحل الفيلم. فكره تقديم برضو نفس الافكار هي هياها فكره حتى لا لا الافكار هي هياها بتتقدم. لا لكن في جديد، في رؤيه جديده لكل مخرج. تمام. تمام. يعني انا عايزه اطلب الفيلم.